أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية في غزة والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، حيث شدد رئيس السيسي على خطورة توسيع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته، مشيرا إلى أن حقن دماء الشعوب يجب أن يكون المحرك الرئيسي لكافة الأطراف، وأن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون بداية لاعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين باعتبار ذلك الضامن الأساسي لاستقرار المنطقة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التجديد على قوة الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين وحرصهما على دفع الجهود المشتركة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، حيث تم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة. وقد أطلع الوزير بلينكن الرئيس السيسي في هذا السياق على نتائج زيارته لإسرائيل، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق، ومعربا عن التقدير الكبير لدور مصر وجهودها البناءة في هذا الصدد.